موضوع المشاكل، يعني هنخش شوية في تفاصيل الرسالة لأنه ليها انا على علاقة فكره برضو اكمل حضرتك، برضو بالواقع. اكمل عشان نبقى فن الحته دي عشان ما نقفش عندها كتير. انا حضرتك الشهاده يعني موجودة مع حضرتك. موجوده طب معايا. انا عندي سؤال بس قبل ما نشوف الشهادة. نعم. حضرتك قلت في البداية كلية كامبريدج، وفي نص الكلام حضرتك قلت جامعة وصلحت على طول قلت كلية. هي مش جامعة كامبريدج، لا هو كلية اللي هي كامبريدج، مصنفة يعني دايما لا هي بتتنحر هي وأكسفورد على المركز لا الأول لا هي كلية والتاني. كامبريدج الدولية حضرتك أحد المؤسسات التابعة للجامعة، ولكنها تقبل الخارج، تقبل إن حضرتك تكون مش من أبنائها وتحضر فيها. أما الجامعة ذاتها لا تقبل إلا إذا كان خريجها. إلى خريجها فندم. كامبريدج. آه. تمام. وبعدين إذن هي كلية كامبريدج كامبريدج الدولية. الدولية وإنجلترا برضه فندم. تمام. كامبريدج انترناشونال كوليدج. كوليدج. وحضرتك أنا الشهادة برضه معايا فندم. طبعا تم برضه إن حضرتك توريها لنا برضه عشان السادة مش تم توثيقها من السفارة المصرية في إنجلترا. ثم اعتمادها من الخارجية المصرية. ده حضرتك ختم النسر موجودة ومكتوب وزارة الخارجية وزارة مصر العربية، ودي حضرتك الشهادة نفسها. طيب بس هو اللوجو الحقيقة اللي موجود عليها ده مش لوجو كامبريدج انترناشونال كوليدج. كامبريدج انترناشونال كوليدج اللوجو بتاعه كرة أرضية كده، ده انت حضرتك يونيفرستي. لا الجامعة اللوجو بتاعها شبه ده وموجود عليه زي فندم صليب أبيض في المنتصف. أنا شاهد، أنا الشهادة هي، واللي عاوز يعني يذهب إلى التحقيق أو يقدم فيها بلاغ مفيش أي مشكلة. في حد قدم بلاغ؟ لا، في سمعت إن في ناس قدمت بلاغ. اللي عاوز يقدم بلاغ يعني حضرتك تم استدعائك للتحقيق؟ لا لا يا فندم، ما حصلش. مفيش أي استدعاء؟ لا لا مفيش. وعلى فكرة فندم ده كمان بيان الدرجات الدراسية. حضرتك ممكن برضه حضرتك تطالع عليه. يعني بص حضرتك يعني كامبريدج انترناشونال يعني كلنا عارفين جامعه كامبريدج اللوجو بتاعها عامل ازاي، وحتى اوريه للساده المشاهدين دلوقتي. هو حضرتك ممكن تيجي من الموقع ده. حضرتك اسهل وايسر. طب يا ريت. الموقع مكتوب هنا مكتوب تحت فعلا. طيب خلينا نكتب، خليني اوري حضراتكم بس بدايه اللوجو بتاع يونيفرسيتي اوف كامبريدج. تمام، اللي هو ده عشان اللي ما يعرفوش اللوجو. يعني باين ولا مش باين يا جماعه؟ باين كده اهو. استنى اهو، هو ده اللوجو بتاع University of Cambridge زي ما هو مكتوب كده. ودي طبعا من اكبر الجامعات في العالم، ودايما هي جامعة اوكسفورد يعني بيتنحروا على المركز الاول والثاني في التصنيف العالمي. خلينا بقى نكتب يعني بص لك برضو عشان كامبريدج انترناشونال كوليدج يعني اللي هي CIC، بس هو مش نفس الويب سايت الحقيقه. ده حضرتك الويب سايت ده اللوجو بتاعها. ما عندهم اتنين ويب سايت يا فندم، ما تقريبا ده الثاني. خلينا نخش بقى على اللي مكتوب على الشهاده عند حضرتك اللي هو CIT college.co.uk. طيب لحد ما يفتح هو بيعمل لودنج دلوقتي. تمام. حضرتك عملت الدراسة دي اونلاين يعني من خلال اونلاين، وحصل برضو فندم مناقشة في مصر في جمعية الصداقة الافرو اسيوية بجاردن سيتي، وحضر فيها مجموعة من أساتذة الإدارة العامة للمناقشة مع مندوب من الكلية. تمام. بعد ما حضرتك حصلت على الشهادة دي ده الإجراء المتبع عادة إنه بتبعتها للقنصلية؟ القنصلية بالظبط يا فندم، للقنصلية. القنصلية إذا كانت دي معتمدة عندها بتختمها. بتختمها. لو مش معتمدة عندها ما بتختمها، ما بترفضها طبعا. تمام. ووزارة الخارجية كمان نفس الشيء. نفس الكلام. نفس الكلام. لو الشهادة دي معتمدة عندها. طيب خلينا برضو نوري السادة المشاهدين، هنا هتلاقوا ختم النسر موجود اهو من وزارة الخارجية المصرية. باين ختم النسر اهو، ختمين اهو، ده وده. واحمد عرابي اللي هي تصديق مصر يعني. تمام. تمام.
طيب امال بيتهم حضرتك بانه الشهاده مزوره وانه حضرتك لم تحصل على دكتوراه، وبيقول انه طبعا احنا حضرتك وضحت انه كان اونلاين وناقشت مع مندوبين، انما كان بيقول يعني انه ناقش ده بالعكس مش المحافظ ما سافرش. لا مش لازم اسافر يا فندم. ما سافرش عشان يناقش الرساله بتاعته. مش لازم اسافر يا فندم.